الحمد لله. اول حاجه كنشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الفرحه هذه اللي فرحنا اليوم، وثاني حاجه كنشكر الجماهير الرجاويه اللي ساندتنا وشجعتنا، ثالث حاجه كنشكر الزملاء ديالي اللي قدموا واحد المباراه كبيره. الحمد لله كان اهم حاجه عندنا هو نمشيو للفينال باش ما نخرجوش هذا العام بزيرو لقب ان شاء الله، باش نفرحوا الجمهور ديالنا اللي دائما كيطالب بالالقاب. راك عارف الجمهور الدراجة ما كيقبلش بشي نتيجه ماشي هذيك، ديما كيطلب بالالقاب. حنايا الحمد لله دخلنا المباراه عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه باش نتاهلوا للفينال، والحمد لله داكشي اللي تاثى علينا بقينا مركزين يعني من الاول حتى الاخر. الحمد لله بقينا محافظين على الهدف ديالنا، والحمد لله اهم حاجه هو تاهلنا للفينال ان شاء الله. التوقع ديالك للفينال فاتح ولا نهضه بالكان، كيفاش كتشوف هذه المباراه؟ واحنا الصراحه ما عندناش مشكل، لان الاهم حاجه كيف قلت لك الفينال هو الاهم. الفينال يعني كتكون يعني مباراه اخرى، الفينال كيبقى فينال. احنا ماشي مشكل الفتح ولا البركان، ما عندناش مشكل. اللي داز واللي يستاهل يدوز مرحبا، وديك الساعه ان شاء الله نوجدوا الفينال ديالنا ان شاء الله باش نحقوا اللقب للجماهير ديالنا. شكرا. واول حاجه كنبغي نشكر اللعابه على المجهود ديالهم، قاتلوا اليوم والحمد لله استطعنا نفوزوا في المقابله، وفينا ديال كاس العرش ماشي اي لاعب كيلعبوا، وهذا مجهود من الدراري اليوم وتقاتلوا بينه على الرجوله ديالهم والستيران، والحمد لله تكالي فينا الفينال، وكنتمنى الخير من القدام ان شاء الله. اليوم البوبليك وقف معاكم، دابا عندكم مباراه مصيريه سواء الفتح سواء نهضه بركان، كيفاش كتشوف هذا الماتش هذا وشنو الميساج ديالك للبوبليك باش يساندكم في الفريق؟ والبوبليك ديما كيعاوننا، ماشي اول مره غادي يعاوننا. كما شفتوا واخا ما كانوش نتائج هذا العام، ما نزلش يدي وبقى مع الفرقه، والحمد لله دابا شوما زعما هذا العام ما تخرج بوالو، وان شاء الله كنوعدهم يزيدوا يساندونا في الفينال، وان شاء الله ما يكون خير من قدام. شكرا.